بدر عيسى وخروج لي حسن السيد منتخب البحرين آخر دقيقتين وثلاثين ثانية، وكرة أفضلية للمنتخب الكويت من خلال هذه الهجمة. عبد الله البدر في ثلاثية لم يتوفق فيها، عبد الله البدر تعود لتركي الشمري من المنتخب الكويتي، محاولة خطأ، أوهو خطأ احتساب هجومي، خطأ هجومي على لاعب المنتخب، وهنا احتكاك من باللاعبين طبعا وانفعال والحماس بين اللاعبين، انفعال بين اللاعبين داخل الملعب. طبعا لقطات لم نكن نتمنى مشاهد مثل هذه اللقطات، خصوصا نحن في البطولة الخليجية، بطولة الإخوة وبطولة الالتقاء. للأسف 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 لقطات لم نكن ننتظر من هذه اللقطات مثل هذه الاشتباكات من اللاعبين. لا تعليق حقيقة على مثل هذه اللقطات، ونتأسف الإخوة المشاهدين على ما نشاهده الآن من اللقطات في هذه البطولة. من أهداف البطولة كابتن عبد الرحمن، من أهداف البطولة هو التقاء الإخوة الخليجيين والمحبة والتعارف بين الإخوة الخليجيين. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصلنا التنافس إلى مثل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصلنا التنافس إلى مثل هذه اللقطات. يعني ما لنا داعي، يعني انا متوقع ان المباراة هذه يعني فيها اداء. الان لازم اللاعبين ينافسوا، خلاص انتهي المباراة، اتوقع نتيجة طبيعية، نتيجة صعب انه يرجعوا في اللقاء، اكيد انه حيكون فيها عقوبات كبيره صراحه. اتوقع انه المفروض انه الفريقين يعاقبوا على الشيء اللي صار. مشهد سيء للامانه، لم نكن ننتظر مثل هذه المشاهد. اتوقع انه لازم الفريقين تسحب منهم كل هذا ويعاقب الفريقين على الاتجاه. ننتظر من لانه الشيء اللي حصل الفريقين كلهم دخلوا في هذا، اتكلم على انه ليس لاعب، صحيح انه بدات من لاعب او لاعبين، لكن المشاركه كانت من مشاركه من جميع، وكل اللاعبين كانوا مشاركين عموما. هذا كان على مرأى من حكام اللقاء ومن اللجنه الفنيه ايضا للحكام اللقاء. ننتظر ماذا، اراقب المباراه هنا، اشاهد امامي حكام اللقاء، حكم اللقاء الاول ياسر خزاعي من قطر، حكم الثاني حسين بلوشي، والحكم الثالث خالد الحبابي ايضا، ومراقب المباراه منصور بن حسين، والمداولات بعض الاجراءات التي يتخذونها. ننتظر ماذا يصدر من الحكام هذا اللقاء. أنا هذا كنت أتكلم فيها، العامل النفسي، أتوقع أنه العامل النفسي كان له دور بشكل كبير في تهدئة اللاعبين، فريقين مدربين يعني لازم أنه كان في تهدئة. أتوقع أنه الآن لازم يكون في قرارات أقوى من الشيء المتوقع، خصوصا أنه أنت ما تقدر تقول مين اللي كان سبب، مين خارج المشاكل. أمامنا رئيس اللجنة التنظيمية الأستاذ خليل إبراهيم من دولة الكويت، ورئيس اللجنة التنظيمية، ومحادثات ومحاولة تهدئة الحاصل في أرض اللقاء. هذا أمامنا خليل إبراهيم رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية التي
أقرت في الاجتماع الأخير كان هناك الأمانة العامة اللجنة التنظيمية. ننتظر بالطبع القرار من حكام اللقاء. كابتن عبد الرحمن، كان المنتخب البحريني ماشي بصورة طبيعية للفوز بهذا اللقاء، 10 نقاط في آخر دقيقتين و17 ثانية، ولكن سبحان الله الاشتباك الذي حصل. هذه نقطة، يعني أنت فايز وفارق 10 نقاط زي ما تشاهد، ليش تبدأ تخش مهما كان حتى لو لاعب أو تنجر مثل هذا؟ حتى لو كان لاعب الكويت، أي نعم نرفز وطلع، فهو لاعب الكويت قيده خسران، فممكن يسوي أي شيء، وقيده حصل عليه خطأ من خطأ متعمد من الحكم، فموضوع ماشي. يعني حتى حيكون عندك كان فرصة بأنك توسع الفارق إلى أكبر من هذا. بدأت أنت تخش في جو المشاكل، هذا الشيء ممكن أنه يخسر فريقك بشكل كبير كلاعبي البحرين يتحملوا. أتوقع أيضا من ناحية أخرى لاعبي المنتخب أو إداري المسؤولين في المنتخب البحريني أيضا يتحملوا هذا النقطة، أنه كيف تركوا اللاعبين يخشوا بالشكل ده. صراحة يعني أنا ما توقعت، وخصوصا اللاعبين في السن هذا بيكون تعاملهم مع اللقاءات بشكل هذا. طبعا هذا معناته أنه ما هو مهيئ أنه يتقبل الفوز والخسارة. هذا من الحاجات اللي لازم أنت نزرعها في مثل هذا السن بكل تأكيد. لاعب لازم يعرف أنه أنت ممكن تفوز وممكن تخسر، الهدف انك انت تلعب وتكون لاعب وعارف انك تتقبل الشيء هذا ايجابي.